يعتبر المستشفى الأمريكي بدبي واحداً من أهم المراكز العلاجية الحديثة والفاخرة المنتشرة في المدينة، ويعود المستشفى وشهرته إلى تخصصه الفائق في جراحات الركبة. يقع المستشفى الأمريكي بمنطقة عود ميتا ببر دبي، ويحتوي على 159 سريراً للرعاية الفائقة بالمرضى، كما يوجد أجنحة خاصة لكبار الزوار والشخصيات. هو من أكبر المستشفيات الخاصة بالمدينة، وقد أطلق على المستشفى هذا الاسم نظراً لأن إدارة المستشفى توظف الأطباء الحاصلين على البورد الأمريكي فقط للعمل ضمن فريقها الطبي، وتعتمد هذه الفلسفة على فكرة ضمان مستوى عالي من الخبرة الطبية بما يضاهي ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الخدمات الطبية. يقدم المستشفى خدماته الطبية من علاج وعمليات جراحية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، إضافة لاستقباله العديد من مرضى البلدان المجاورة، وخصوصا الكويت، عمان، السعودية وإيران. يشتهر المستشفى الأمريكي بالسمعة الطيبة في جراحات مفاصل الركبة، القلب، مركز السكري ومركز الأورام السرطانية. حصل المستشفى الأمريكي بدبي مؤخراً على لقب مركز الامتياز لجراحة المفاصل، وهو لقب يعطى عادة للمراكز الرئيسية المتخصصة في جراحة المفاصل الصناعية، وهو المركز الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا الحاصل على هذا الامتياز. يحتوي المركز على قسم العلاج الإشعاعي، وهو المستشفى الوحيد الذي يحتوي على أجهزة خاصة لعلاج السرطان عن طريق الأشعة. يولي المستشفى الأمريكي بدبي اهتماماً ملحوظاً بحجرات المرضى وغرف العناية المركزة وقسم العمليات، بحيث تصبح جميعها مهيئة لاستقبال المرضى من مختلف الأعمار والجنسيات. ويلعب المستشفى الأمريكي دورا فعالا في مجال العلاج الرياضي، وخاصة للاعبي كرة القدم، حيث يقوم بعلاج إصابات الملاعب وخاصة التي تحدث في العظام، ليعيد اللاعبين إلى رياضتهم بنفس الكفاءة التي كانوا عليها قبل الإصابة. لقد أضحى المستشفى الأمريكي بدبي واحداً من أهم الصروح العلاجية في المنطقة، مضيفاً إلى المدينة العالمية بعداً جديداً من الثقة والتميز.